مع أعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي قناة كرة لوكر، النهاردة هنتكلم عن اللاعب محمد العتيبي. اللاعب محمد العتيبي اسمه بالكامل محمد نايف العتيبي. اللاعب محمد نايف العتيبي ولد 11 مايو 1993، يبلغ من العمر 30 عام، ولد بمكة المكرمة بالسعودية، طوله 1.73 متر، ولاعب وسط يلعب حاليا مع نادي أحد الرياضي برقم 88. أما عن مسيرته الشبابية، شارك ولعب مع نادي الوحدة الرياضي عام 2016 ل 2020، ولعب مع نادي الباطن أعرى عام 2019 ل 2020، وشارك ولعب مع نادي أحد عام 2020 ل 2022، وأيضا لعب مع نادي هجر الرياضي عام 2022، ولعب مع نادي الشعلة عام 2022.